الخدمات التي تقدمها نقابة العاملين بجامعة سوهاج لأعضائها من العاملين بالجامعة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أسر أعضاء النقابة. حول أهم ما تقدمه نقابة العاملين بجامعة سوهاج لأعضائها إليكم متابعة الزميل محمد رفعت. حزمة من الخدمات تقدمها النقابة العامة للعاملين بجامعة سوهاج للعاملين بالجامعة ضمن دورها المجتمعي والخدمي، وحرصا على تخفيف الأعباء على كاهل أسر العاملين وبدعم من الجامعة، توفر النقابة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق المحلي، وتشهد إقبالا كبيرا من العاملين بالجامعة. فتح القاضي الشندويلي أمين صندوق المساعد في اللجنة النقابية للعاملين بجامعة سوهاج، احنا هنا في الدورة النقابية 22-26 بدأنا يعني بإنجازات، منها دي رحلات بتبقى رحلة دائمة لأسوان، بتبقى دي في شهر واحد في أجازة نصف العام. كذلك دي المبادرات اللي بتعملها النقابة، المبادرات اللي هي بتشمل المواد السلعية كالسكر والرز، في النقابة بتقوم بمجهود يعني بالتضامن مع وزارة التموين، بتوفر للعاملين الأرز والسكر بأسعار يعني اللي هي مطروحة. وكذلك عملنا مبادرات بالنسبة للنقابة، عملنا مبادرات اللي هي مسابقات ثقافية، كان المستشار الإعلامي الأستاذ عمرو أبو زيد الرجل تبناها، عملنا مسابقتين، دايما مسابقة رمضان دي بتبقى دايما أساسية، عملنا مسابقة عشان الكل يشترك فيها كمسابقة ثقافية اتعملت في شهر 7، برضو أسمعت عن إنتاج وفير من الموظفين إنهم يعرفوا ينموا ثقافتهم، كسبوا فيها دروع وكسبوا فيها شهادة تقدير. كذلك النقابة بتهدف إنها تنمي الثقافة لأجل العاملين، إحنا ما متأخرينش في أي حاجة، كل اللي بتعمل بنعملوه مع العاملين واقفين معاهم ايد بايد، وان شاء الله في المستقبل افضل. عمرو ابو زيد عضو مجلس اداره نقابه العاملين بجامعه سوهاج والمستشار الاعلامي للنقابه. النهارده احنا بنتكلم عن الخدمات اللي بتقدمها نقابه العاملين يعني المختلفه بمختلف اشكالها، سواء خدمات اجتماعيه او خدمات ترفيهيه. طبعا كل هذه الخدمات بتقدم تحت رعايه وتوجيه مباشر من الاستاذ الدكتور حسان نعمان رئيس الجامعه، ودعم لا محدود لجميع انشطه النقابه، وده في حد ذاته طبعا بيؤدي الى يعني بينعكس بشكل ايجابي على رضا العاملين في الجامعه وتحقيق السعاده لهم. فاحنا بنتوجه ليه بمجلس اداره نقابه العاملين بالشكر للاستاذ الدكتور حسان النعماني لدعمه لانشطه النقابه. رقم 2، الانشطه طبعا بتاعه النقابه متنوعه ومختلفه المجالات، يعني في منها انشطه متعلقه بالسلع الاساسيه اللي بيحتاجوها المواطنين والموظفين في الجامعه، المتعلقه ب يعني الاكل والشرب، وزي طبعا ما هناك يعني ظاهرة عالمية في ارتفاع الأسعار كل العالم بيعاني منها، لذلك النقابة وإدارة الجامعة اهتمت بشكل مباشر بتنفيذ تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبحث عن يعني أسعار مخفضة أو أسعار أساسية تمس حياة العاملين بالموظفين بالدولة، وتكون يعني بسعر منخفض للمساهمة في الحد من غلاء المعيشة والمساهمة من والقضاء على جشع التجار. فهنا النقابة بالتعاون مع مديرية التموين بمحافظة سوهاج وإدارة التجارة الداخلية بتقوم بتوفير سلع كثيرة جدا أساسية، تقريبا أكثر يعني كل أسبوع تقريبا يعني هناك فعالية معينة، سواء توفير أرز بسعر مدعم 33 جنيه أو توفير لحوم بأسعار مدعمة 270 جنيه، وحاليا طبعا ممكن تكون ارتفعت يعني حاجة بسيطة، أو توفير أسماك وتوفير بصل، وهناك طبعا المزيد من خطط يعني تنتهجها مجلس إدارة نقابة العاملين اللي بيعمل على قلب رجل واحد، ملتفين كلنا حول يعني تعليمات وقيادة الدكتور حسان نعمان لتوفير سلع أساسية ومتنوعة لكافة العاملين بالجامعة. العاملون بجامعة سوهاج أشادوا بدور النقابة في توفير مختلف السلع الغذائية خلال فترة أزمات بعض هذه السلع بأسعار تنافسية عن الأسواق، وتتيح النقابة من خلال منفذها بمقر الجامعة القديمة السلع الغذائية طوال يوم العمل. أحمد محمد كريم، أمين عام نقابة العاملين بجامعة سوهاج، عضو الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة سوهاج.
أولا بنشكر الأستاذ الدكتور معالي الوزير حسان النعماني رئيس الجامعة على دعمه لأنشطة النقابة الذي لا يألو جهدا في مساعدة النقابة أو أي طلب تقوم به النقابة للعاملين، وده بيعكس على رفع الروح المعنوية للعاملين. النقابة بتقدم خدماتها، خدمات اجتماعية في ظل أحوال البلاد الاقتصادية، بنحاول نوفر كميات من السكر والأرز واللحوم والأسماك، وده طبعا بنشكر معالي الأستاذ المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، والدكتورة هالة أبو الفتوح مدير الرقابة التموينية بمحافظة سوهاج. ونشكر مجلس الإدارة، مجلس إدارة النقابة على وقوفه دائما بجوار العاملين. وأولا وأخيرا زي ما قال الأستاذ أحمد، احنا عندنا قيادة واعية وبتوافق مع العاملين. نشكر نقابة العاملين في الجامعة على جهدهم مباشر وجهدهم مشكور، يعني اللي بيعملوه السلع الغذائية اللي بيجيبوها، توفير السلع في الجامعة، نشكرهم الرز والسمك واللحوم، نشكرهم شكر جيد يا باشا. نشكر الأستاذ أحمد العارف والأستاذ عامر ورئيس الجامعة، نشكره والأستاذ أحمد كريم، نشكرهم شكر خاص يا باشا مع رعاية رئيس الجامعة. ويأتي ملف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للعاملين بجامعة سوهاج ضمن أنشطة نقابة العاملين بالجامعة، والتي تهتم بتوفير جميع متطلبات العاملين بالجامعة والدفاع عن حقوقهم وتوفير المناخ الجيد للعمل والإبداع. محمد رفعت، طيبة.